قريبا انتظرونا لمشاهدة البث المباشر للمهرجان السادس. الحسين علم، تقوى وسطية أخلاق. كربلاء، الجمعة 27 من محرم الحرام لعام 1441 للهجرة، في الساعة 7:30 مساء، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وتحت شعار عاشوراء: قرآن تربية أخلاق عزاء. وسيتضمن المهرجان تلاوة القرآن وإلقاء القصائد الحسينية الرسالية، وسيلقي عدد من الخطباء محاضرات وعظ وإرشاد ونعي مصاب واقعة الطف. وسيتضمن أيضا إلقاء بحوث حوارية في سلاسل بحوث السيد الأستاذ، بمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشباب. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.